هاي بنبلش تغريداتنا لليوم مع اول تغريده مع الاعلاميه ديما صادق. بهدوء المقاومه بتقلنا انها موجوده بلبنان لانه بدها تحمينا من اسرائيل. طيب طيران فوق راسنا وما عملت شيء، عميل اسرائيلي وتهرب بطائره امريكيه وما عملت شيء، نفط عم ينسرق قدام عيوننا وما عملت شيء. طب اذا مش قادره تردي على طيران ولا على تهريب عملها ولا على سرقه ثرواتنا، طب شو بعد في سبب لوجودك؟ بغرد الاعلامي سامي كليب عبرت قناه السويس لتصنيع وتحويل الغاز من حق القريش بينما لبنان يستمر بالعبور وصوب العصور الوسطى. السيادة ليست وجهة نظر من لا يرفع الصوت لحصول لبنان على غازه وحماية حدوده البحرية، لا يحق له رفع شعار السيادة والحياد. الجيش اللبناني فاوض بشرف انطلاقا من الخط 29، ادعموه بالموقف. ماهر حرب غرد قبل اللجان النيابية يجب إنشاء لجنة للتحقيق مع غازي زعيتر الذي بسبب إصراره على الدخول لبيته ما أدى إلى فرار المطلوبين بعد أن أوعز النائب للنساء بالتظاهر ضد الجيش وهو نفسه المطلوب بتفجير المرفأ. هذا فخر الثنائي الشيعي، ثنائي الموت وتجارة المخدرات. سابين جان يوسف غردت وين لواء 11 ما بينزل يفتح طريق الفنار أو بس شاطر على طلاب الجامعات والثوار بالمتن. يوسف غرد أسلحة عبرية لمواجهة الجيش في الشرامنة وزعلانين ليش عم بيهدم كم بيت فيهم مصانع مخدرات. آخر تغريدة فنية مع أميرة صالح بعد علاقة 11 سنة للفنانة شاكيرا في بيان لإلها بتأكد خبر انفصالها من بيكي، وقالت شاكيرا نأسف لتأكيد أننا افترقنا من أجل صالح طفلينا اللذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام وخصوصيتهما، شكرا لتفهمكم. هاو كانوا تغريداتنا لليوم، باي باي.